حاليا المزارع الفلسطيني بيعاني من عدة قضايا لها علاقة بسلب أرضه، ثانيا كمان لها علاقة بالمشاريع الممولة اللي ممكن ما تخدم المزارع. مرحبا، أنا اسمي لينا إسماعيل، بمثل الملتقى الفلسطيني للزراعة البيئية في فلسطين. نحن الآن موجودين في يوم دراسي في تونس منظم من قبل شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية، سعيدين بوجودنا كأعضاء في المجموعة في هذا اليوم الدراسي اللي متعرف فيه على تحديات الفلاحين في مناطق في تونس، وسعيدين جدا أنه نفكر مع بعض كيف ممكن نتعاون مع بعض لرفع وإعلاء صوت الفلاح في المنطقة العربية بشكل عام والوصول في حلول في موضوع السيادة الغذائية. نحن بفلسطين منواجه تحديات عديدة إلها علاقة في الاستعمار بشكل أساسي، وكمان إلها علاقة في النظام الاحتكاري من قبل الشركات وفي تسليع الأراضي اللي موجودة عندنا. اللي بيشتغلوا في الملتقى الفلسطيني للزراعة البيئية هو نشر ثقافة وممارسة الزراعة البيئية كأحد أعمدة السيادة الغذائية اللي بتوصلنا لاستقلالية في عملية الإنتاج وكمان في عملية الاستهلاك. فبالتالي إحنا بنكون جزء ومحب نعتبر حالنا جزء من حراك نحو السيادة الغذائية اللي ندعم فيه صغار المزارعين أو المزارعين ذوي الحياز الصغيرة إنهم يزرعوا بشكل طبيعي صحي بيئي، وكمان يضمن استقلاليتهم على الأرض، يضمن تحررهم كمزارعين من عملية القيود اللي مفروضة عليه سواء من الشركات الاحتكارية أو سواء من المشاريع اللي بتفضل عملية التصدير على عملية الإنتاج والاستهلاك المحلي، وكمان بتفضل الأصناف البلدية المحلية اللي إحنا لازم نسترجع فيها ثقافتنا وعلاقتنا وهويتنا بالأرض وعلاقتنا فيها وارتباطنا فيها ونظرتنا إلها، مش فقط كسلعة وكمدر دخل، ولكن أيضا كعلاقة قوية سليمة بتأسس لتحررنا في موضوع الغذاء بفلسطين. بهذا الحراك اللي عم بيكبر سنة بعد سنة، يعني لقينا تغير من تقريبا 5 سنوات للآن في انتشار مفهوم الزراعة البيئية أو الزراعة الطبيعية، ونرجع نحيي هذا المفهوم بين المزارعين كمان للعدالة الاجتماعية اللي لازم تكون بيناتنا. فإحنا بنفكر أو نشتغل على خلق حلقة كاملة متكاملة من بداية من الإنتاج ومدخلات الإنتاج وانتهاء بالمشتري اللي بيقدر قيمة الإنتاج المحلي والأكل البلدي والموسمي، وبالتالي بدعم كل دائرة الإنتاج.